احنا كرجاله بنقدر نسمح حقيقي. لنفسنا ان احنا حتى لو احنا متجوزين ان احنا نقدر نقول او نحط مفهوم الصداقه او نحط ليبلنج او مسمى الصداقه، حتى لو احنا نقدر ندي، لكن ما نقدرش ندي الاحقيه دي لزوجتنا. وهي دي مشكلتنا، مشكله المجتمع الشرقي عامه في بالظبط. التفكير في حته الصداقه بين الرجل والمراه. حقيقي. لكن بالنسبه للسيدات الوضع مختلف، السيدات بيبقوا عارفين كويس قوي اي علاقه بيدخلوها هم عايزين من العلاقه دي ايه، وبيبقوا موضحين ده كويس قوي من الاول وحاطين حدود، والحدود دي بيبقوا عارفينها بيتعاملوا على اساسها. ولو حصل ان في نوع من انواع الصداقه ولقى ان الطرف الثاني بيتعدى او بيعدي الحدود اللي كل السيدات حطاها او حطاها لنفسها، ما بتبداش تاخد ده مفهوم غلط قد ما بتبدا تاخد ده مفهوم اصله بيعزني، اصله صديقي، مع ان العكس تماما الرجال بيبقى تفكيرهم مختلف ما تماما. بيحطوش الليمتس دي، ما ما بيحطوش بيحطوش الليمتس دي، الحدود دي. ودايما وابدا بيكون عندهم حته ان اكيد طالما هي بتتعامل كده يبقى اكيد في حاجه فيها عجب، يعني في حاجه عجباني فيها، او العكس صحيح يعني. بس هي بالنسبه لها لا، بالنسبه لها هي بالنسبه هو لها لا. بتتعامل معاه كصديق زيه زي بالظبط. اي حد تاني، يعني يعني كل بطريقه فريندلي بالظبط كل الدراسات، يعني في دراسات بريطانيه بريطانيا. بريطانيا على حوالي 5000 كابلز، ودراسات تانية أمريكية على حوالي 88 كابل، اوكي جميل. والدراسات كانت بتتبع نفس المنهج ونفس الأسلوب، وبتقول إن بيدولهم إطار معين للتعامل وبيبدأوا يتابعوا ده عشان يشوفوا النتائج إيه. ولقوا إن 99% من فشل العلاقة وتحول العلاقة من صداقة لعلاقات ممكن تكون فيها نوع من أنواع الرومانسية أو علاقات مختلفة بتكون الرجال في ده، وده السبب في ده لأن الرجال دايماً وأبداً ما بيعرفوش يحطوا إطار محدد لشكل العلاقة ما بينهم. فلو احنا رجعنا تاني للمفهوم ده بنقول ان لا، الصداقه موجوده، بس لازم من الاول نكون عارفين كويس قوي حدود وشكل العلاقه دي ايه. وبتفرق بقى، بتفرق لو احنا النهارده في ارتباط، احنا يعني انا متزوجه مش متزوجه، شكل العلاقه، هل زوجي هيقبل ان يكون في صديق، في حاجه اسمه مفهوم صديق، تفرق الصداقه صداقه عمل ولا لا، طبعا. لان صداقه العمل هنا ما بتبقاش اسمها صداقه، تبقى علاقه رسميه، علاقه رسميه في اطار رسمي، في حدود الشغل، في اوقات معينه ليها تقاليد وليها خطوات لازم نتبعها، المواعيد اللي بنتصل فيها، المواضيع اللي بنتكلم معاها، حتى طريقه الحديث ما بيننا بيكون في نوع من صح؟ انواع المسافات في كل حاجه والحدود في كل حاجه. صح. لو هنتكلم على الصداقه العامه بقى او الحياه الاجتماعيه، مش كل الناس بتقدر تتقبل الفكره دي، ومش كل الناس بتعرف تحافظ على حدود الفكره دي.